فقد اقترب الشهر الكريم، وكلنا يعلم فضائله، وكلنا قد شمر عن ساعد الجد، ولسان حال الشخص فينا يقول قد قصرت في رمضان الماضي والذي سبقه، وبإذن الله هذا العام سيكون لي حال آخر مع الله، سيكون لي حال آخر مع القرآن، سيكون لي حال آخر مع الصلوات والتراويح والإقبال على الله. ولما يقرأ سير السلف الصالح رضوان الله عنهم مع حالهم مع القرآن في رمضان، حيث كان الشافعي رحمه الله في رمضان يختم القرآن في كل يوم مرتين، مرة في الليل ومرة في النهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير أحيا معظم ليله، تشتعل الحماسة في داخله، قل لك خلاص أنا في رمضان بإذن الله، اعتكافه وصيامه وقيامه وإقبال على الله وصلة رحمه، فيبدأ في أول يوم في رمضان وينهي 5 و10 و15 جزء من القرآن بسم الله ما شاء الله، وفي اليوم الثاني تبدأ الحماسة بالانخفاض، بينزل لعشر أجزاء 7 أجزاء، في اليوم الثالث 5 أجزاء، ثم إذا انتهى الأسبوع الأول ودخل بالأسبوع الثاني بدأ يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ولا يقرأ فيهم شيئا من القرآن. نفس ليه؟ لأنه كلف نفسه ما لا يطيق، ولأنه ألزم نفسه ما لم يتعود عليه خلال السنة. يعني الإمام الشافعي رحمه الله وغيره لما كان يختم القرآن في رمضان في كل يوم مرة أو مرتين، كان دأبه باقي السنة مع القرآن أنه كان يختمه في كل 3 مرة، كل 3 أيام مرة، يعني كل يوم 10 أجزاء ينهيها في مجلس. أما أنا وأنت فال10 أجزاء تحتاج منا بالقراءة لربما باليوم جزء ولربما بالشهر كله 10 أجزاء، لأن الهمم قد سهلت إلا من رحم الله. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لما ترجم للإمام وكيع بن الجراح قال أحد السلف أو أحد الرواة صحبته في سفر، فما كان في سفر ولا حضر يفطر، دائما يصوم، وكان يختم في كل يوم مرة. فقال الذهبي رحمه الله: ومن كوكيع ومع هذا فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. ولقد استأذن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم فلا يفطر، صوم كل يوم، وأن يختم القرآن في كل يوم، وأن يقوم فلا ينام، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعني أستمتع بشبابي وقوتي، أنا شاب بطرق الحياة طلع بينهد، خليني ما دام في عندي إقبال. قال: اقرأه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن، أو قال: اقرأه في كل شهر مرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كل شهر مرة، يعني أنت بالجزء بياخذ معك نص ساعة. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأطيق أكثر من ذلك. قال: فاقرأه في كل 15 يوم. قال: يا رسول الله، إني لأطيق أكثر من ذلك. قال: فاقرأه في كل 7 ليال. قال: يا رسول الله، إني لأطيق أكثر من ذلك. قال: فاقرأه في كل 3. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأطيق أكثر من ذلك، يعني كل 10 أجزاء بقدر أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. بدك تقرأ تدبر، تفهم، بدك تقرأ تشوف القرآن شو عم بأثر فيك. ولذلك قال الذهبي رحمه الله معلقا: إن الإنسان إذا أخذ بهذه الفتوى
اكثر على نفسي من القراءه من القراءه يوميا فوت على نفسه الكثير من العبادات. يعني انت يوميا بدك تقرا 10 اجزاء او تقرا القران كامل. قال من يفعل ذلك لن يصلي الضحى ولن يحافظ على السنن ولن يصل رحمه. خلاص صله الرحم بدك تروح على شي ساعه ساعتين بالميت. ولن يصل رحمه وستفوته كثير من الفضائل لانه خصص فقط هذه العباده. قال والاولى ان يمتثل بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون. عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر في العمر قال ليتني خلاص انه متعود 20 سنه تقريبا عم بيعمل عباده على نفس الروتين بس ضعف بعد ما كبر العمر. قال ليتني اخذت بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم. ما في تراجع صار خلاص عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من العبد اذا عمل عملا ان يتقنه وفي روايه ان يتمه. وكان احب العمل الى النبي صلى الله عليه وسلم ادومه وان قل. فالخطا اللي عم يحصل معنا ان احنا عم بنحط برنامج لرمضان. هذا طبعا الانسان اللي بده يستثمر رمضان بحط برنامج بيكتب على ورقه وقلم. عم بنحط برنامج فوق طاقتنا فوق الشيء اللي نحن متعودين عليه. ينوي ان يختم كل يوم 5 اجزاء. طب قبل رمضان ما عم بيقرا شيء، فات بخمس اجزاء بلش اول يوم قال لك انا بالليل انا نهاري يمكن صعب شوي علي عندي شغل بالليل بعد التراويح خلصت التراويح رحت بلشت 5 اجزاء سهرت. شوف الشيطان كيف بيجي لك خلاك تسهر على القران وتسهر على بالتراويح راحت عليك الفجر. كثير من الناس راحت الفجر عليه او اذا اجى على الفجر اذا شو عم بصلي الامام يعني عم بيطلع هيك بالساعه هالجامع عم بيطروا 30 دقيقه طب ما غيره 25 دقيقه الخمس دقائق عم تفرق معه مع انه وما يزال الرجل في صلاه ما انتظر الصلاه. طب الجلوس من الفجر الى الشروق هذا الجلوس اللي يعدل حجه او يعدل حجه مع بجلسه. طيب نزل على الشغل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. انه تترك الشغل بس برمضان واولادك يموتوا جوع هذا امر محرم. تتركه هيك خاص الله بيرزقهم. انت مامور بالسعي لتحفظ ماء وجه اولادك. وانه تنزل على الشغل وتضيع حق الناس انت شغي انت عم تشتغل مقابل جهدك تاخذ مال. انت تنزل 8 ساعات على الشغل عم تاخذ حق. لما ما تعطي حق المال من الجهد المطلوب منك بتكون انت غاش واكل. بعض العلماء اعتبروا ان هذا اكل للمال الحرام. يعني شغل بيخلص معك بساعتين ما بتخلصوا 8 ساعات عشان انت ولو مضي وقتك بالعباده هون اداء الحقوق واجب. تشتغل له لصاحب العمل بما يرضي الله واجب. وقراءة القرآن والإطالة بهذه يعني 5 أجزاء و10 أجزاء هذه سنة. أنت تقدم السنة على الواجب فتضيع الواجبات هي من أبواب الشيطان. طيب شو يا شيخ يعني ما نقرأ قرآن رمضان؟ لا أبدا. عليكم من الأعمال ما تطيقون. الله سبحانه وتعالى قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال عن النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. النصارى اتخذوا رهبانية في دينهم. رمضان مع حال السلف اللي هو خلال العام إقبال على الله سبحانه وتعالى يصعب علينا ان نتاسى بالسلف في كل ذلك. يعني السلف كان اذا اتى رمضان انقطعوا عن العباد خلاص بس قراءه قران اقبال الله سبحانه وتعالى. اما انت فاجعل برنامجك برنامجا مقبولا. كثير من الشباب هلا عنده امتحانات برمضان ياتي الشيطان ويوسوس لك لا رمضان شهر القران ترك الامتحانات ركز بالقران يا اخي لكن بدك تشتغل بالانجليزي وبالمات وبالساينس وتترك القران اتق الله يا عبد الله تركنا الامتحانات في سبيل الله وسقطنا ما بقى سرعين السنين في سبيل الله. لا رب العالمين ما كلفك هيك بس انا بقول لك اترك باب الحاره وركز على القران اترك المسلسلات وركز على القران بين المغرب والعشاء خلصت افطارك تعال دخل على المسجد واقرا يا اخي لو بهالفتره بتخلص جزئين على الاقل بس بهالفتره
جزء وركز على امتحاناتك. خلي اهدافك واضحه برمضان. اول شيء انه انا ما اضيع صلاه الجماعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. وقد ياتي الشيطان الى الشخص فيوسوس له ان يبحث عن اكثر امام يطيل. والله فلان بيصلي 8 وفلان بيصلي 20، لا بروح عند ال 20 بيطول وكذا، بخلص على الساعه 12 بالليل انا وبرجع على البيت. طب هون انت هذا لمن كان متفرغا وقادر شيء طيب، بس الانسان اللي عنده شغل وعنده امتحانات وعنده التزامات، ترتيب الاولويات من ابواب الشيطان ان يجعلك تشتغل بالمفضول عن الفاضل. شو يعني؟ تشتغل بالسنه وتترك الفرض. اول شيء عندك هدف تحافظ على الصلوات الخمس. لكن لا انا بقول صلوات الخمس البعض نقز عشان تقول له اقرا خمس اجزاء سهله، بس حافظ على الصلوات الخمس بالمسجد في جماعه. شوف من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، يعني انت وقفت صليت لك ثلاث ساعات انت عم تصلي. ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. هون القوه انه تيجي على صلاه الفجر تجدد نشاطك وتقوم لله سبحانه وتعالى. سلمان الفارسي رضي الله عنه كما في سير اعلام النبلاء قال احد الصحابه والله لاصحبنها. بدي اشوف عمل. قال احد التابعين والله لاصحبنه لارى عمله. قال فكان ما شاء الله عنه انشط مني في كل شيء. اذا قمت انا بالخبز، اذا اردت ان اكل وجدته هو الذي قد خبز. فاذا قمت انا بالخبز وجدته هو الذي قد طبخ. قال حتى اذا جاء الليل وكانت لي، هذا التابعي يعني بقول كانت لي ساعة أقومها من الليل، استيقظت فوجدته نائم، فقلت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نائم وأنا أصلي ثم نام. ثم استيقظت بعدها بساعة فوجدته نائم، فقلت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نائم وأنا أصلي ثم نمت. قال حتى إذا وصل إلى وقت السحر قام فصلى 4 ركعات ثم صلى الفجر. فذكر له ذلك أنه ما شفتك عم تكثر من العبادة وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي عليك من العمل ما تطيق حتى لا تمل النفس. الشغل بتعطيه قوه بسرعه تفرط ما بتضاين. عشان طب انت شوف قد سهل على نفسك تقرا جزء واحد يوميا وتيجي بس على الصلاه. قادر تتصدق؟ ما تتصدق كمان بكل مالك عشان ما تندم. او والله مثلا تتصدق بشيء يشق على مصروفك في البيت. يعني والله انت مثلا ما شفت واحد فقير طلعت كل اللي جبتك وعطيتك رحت على البيت ما في اكل بالبيت، والله ما حتخلص من سلبك والدنيا صيام وبتخلينا افطر هلا وما بعرف شو نتكلم عنه بعدين موضوع سوء الاخلاق. بس انت لا، كفى بالمرء يثمر ان يضيع من يعود. شيء اللي قادر عليه بما لا تضيع به اهل بيتك. شوف عم بتشوف بالعباد. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين عظيم فأوغلوا فيه برفق. فوت بالالتزام شوي شوي لحتى الضايل ما تفرط. قال ولم يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يمل الله حتى تمل. شوف انت عبادتك منظم لوقتك مقبل على الله سبحانه وتعالى. وصيته الاقتصاد، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتصاد في العبادة وقليل دائم خير من كثير منقطع. ما تقطع القرآن برمضان، ما تقطع الصلاة والتراويح برمضان، بس ما تكتر على حالك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله.